نوكيا 5.1 بلس، هاتف بقطع في الشاشة وبمواصفات متوسطة مع سعر اقتصادي. لنتعرف عليه. يأتي الهاتف بهيكل زجاجي مع إطار من البوليكربونيت، وكما هو الحال مع شقيقه X6 فهو أيضا يأتي مع نوتش في الأعلى وحافة نحيفة بالأسفل، إلا أن النوتش هنا أعرض بكثير من النوكيا X6. على اليمين زر التشغيل وأزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل شريحتي الاتصال وذاكرة التخزين خارجية. في الأعلى نجد مدخل السماعات 3.5 ملم وميكروفون، وفي الأسفل السماعات وميكروفون ومنفذ شحن من نوع C. من الجيد أن نجد هذا المنفذ في هاتف بهذه الفئة السعرية. أما من الأمام نجد الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات وشعار نوكيا في الحافة السفلى. أما الخلف نجد الكاميرا المزدوجة المترصة عموديا في الوسط، أسفلها فلاش LED ومستشعر بصمة، وأخيرا شعار نوكيا. الطول 14.95 سنتيمتر، العرض 7.2 سنتيمتر، السماكة 8.1 ملم، والحجم 160 جرام. الشاشة بالأبعاد الطولية 19:9 من نوع IPS LCD بمقاس 5.86 إنش بكثافة 287 بكسل في الانش، وهي بدقة HD+ وتسيطر على الواجهة الأمامية بنسبة 79.6%. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 8.1 أوريو مع معالج ميديا تك هيليو P60 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، وهو معالج جيد للاستعمال فوق المتوسط مع معالج رسوميات مالي G72 MP3. الهاتف يأتي بنسختين، نسخة رام 3 جيجا بايت مع مساحة تخزين 32 جيجا بايت، ونسخة رام 4 جيجا بايت مع مساحة التخزين 64 جيجا بايت. سواء اخترت الأولى أو الثانية يمكنك زيادة مساحة التخزين عبر مساحة خارجية تصل إلى 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية مزدوجة، الأولى 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 والثانية 5 ميجا بيكسل، ولا معلومات عن فتحة العدسة الخاصة فيها. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3060 ملي أمبير. الهاتف سيأتي بثلاثة خيارات من الألوان، الأبيض والأسود والأزرق، وهو متاح حاليا في الصين باسم نوكيا X5 بسعر 150 دولارا لنسخة رام 3 جيجا بايت و209 دولارات لنسخة رام 4 جيجا بايت. وإليكم الأسعار بمختلف العملات العربية.